مركز الإمارات للسياسات مركز مستقل يتعامل مع عدة مؤسسات في الدولة، يرفدها بأوراق سياسات وأوراق تحليل سياسات وأوراق تنبيه سياسي، يعني يحاول أن يقدم فهم دقيق لمصالح دولة الإمارات سواء في منطقة الخليج والمنطقة العربية وأيضا مع العالم. يتكون من عدة وحدات دراسية، وحدة دراسات الإيرانية، وحدة دراسات المصرية، اليمنية، التركية، الأمريكية، وهو يعني ليس مركز أكاديمي بقدر ما هو مركز يرفد صانع القرار بمرئيات، بتحليلات ومرئيات كيف يتعامل مع مشكلة معينة. يعني هو لا يشخص المشكلة فقط، ولكن يقدم بدائل لصانع القرار للتعامل مع هذه المشكلة أو القضية، وأيضا يهتم باستشراف المستقبل عبر أيضا طرح سيناريوهات وبدائل للتعامل مع هذه السيناريوهات. هذه أول مرة نحن المركز لا يتجاوز عمره السنتين والنصف، وهذه أول مشاركة لنا في معرض أبو ظبي للكتاب. ما أستطيع أن أقول إنتاجنا غزير، لكن هو غزير من حيث الكيف وليس من حيث الكم. حاولنا أن نعرض ما أصدرناه من أوراق سياسات سواء عن الحركة الحوثية وعن المشروع الجيوسياسي الإيراني وعن الدور والنموذج لتركيا وعن التطرف بعنوان القتل بسم الله. وهذا الكتاب يتناول التطرف بشقي السني والشيعي أيضا، ويحاول أن يقدم سيناريوهات لتطور ظاهرة التطرف، بالإضافة إلى أيضا ورقة عن مصر، وهناك أيضا أوراق مجمعة، أوراق يمنية وأوراق مصرية وأوراق تركية، هي دراسات معمقة ومصغرة، مجموعة دراسات مجمعة في مجلدات. كل هذه الإصدارات هي نتاج ورش عمل مغلقة كانت، ثم خلاصة هذه الورش تم إصدارها في أوراق. نحن كل ما نعمل يعني هو يخدم صانع القرار. يعني نحن أول من تكلم عن الحركة الحوثية قبل استيلاء الحوثيين على اليمن، كان هذا في مارس، يعني الحوثيين استولوا على صنعاء في سبتمبر، نحن كنا في مارس سباقين، مارس 2014 نحن كانت أول ورشة عملها المركز عن الحركة الحوثية. نحن أول ناس تطرقوا إلى المشروع الجيوسياسي الإيراني وخطورته على المنطقة وتشريح النظام السياسي الإيراني وتقديم فهم أعمق لهذا النظام.